مع وصول صاروخ قدر واحد على سبيل المثال وهو صاروخ باليستي، وبالمناسبة المقاومة لم تستعمل حتى الآن أكثر من 10% من مخزونها الصاروخي، وبالتالي حتى من عديدها، فعملية الإسناد التي كانت تقوم بها المقاومة كانت موجودة على أساس العمل بإطلاق الصواريخ المضادة للدروع وصواريخ فلق واحد وفلق اثنين وبركان، لكن مع انطلاق هذه المرحلة من العدوان دخلت الصواريخ الجديدة من وحدات الصواريخ، واستعملت الصواريخ في بداية الأمر فادي واحد فادي اثنين فادي ثلاثة، ثم البارحة استخدم صاروخ قادر واحد وهو صاروخ باليستي بعيد المدى بربر، وهو يحمل حوالي 1000 بين 700 و1000 رأسه كمتفجر في رأسه كمتفجرات، وزن المتفجرات 1000 كيلوغرام، وبالتالي يعني المسافة المدى المجدي الفعال لهذا الصاروخ هو بحدود ال 1950 متر. نعم. أنا أعتقد هذه حيازة واستراتيجية حيازة الصواريخ وتصنيعها والعمل على تدريجها في مخزون المقاومة جعل الكيان الصهيوني في تماس مع يعني جعل حيفا كما قال الدكتور عباس، جعل حيفا وما بعد حيفا التي كان هدد فيها سماحة السيد في عام 2006 وكانت هي التوازن، واليوم أصبحت تل أبيب وجوش دان وإيلات وحيفا وما بعد حيفا، ونذهب إلى المساحة الممتدة من الحدود اللبنانية إلى الحدود الأردنية هي وما بان من أهداف استراتيجية وحساسة في سلسلة الهدهد.